السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من اليوم الثامن، يوم افتراضي نستعرض فيه أهم أحداث الأسبوع. إلى العناوين: زيارة ولي العهد لأمريكا تجديد لعلاقات متينة ومواقف ثابتة وشراكة رابحة، وبحث للعديد من الملفات من بينها إيران، اليمن وسوريا ومكافحة الإرهاب، ومراقبون يؤكدون أن الزيارة تمضي بالدولتين إلى المستقبل. نجاة مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتيال في تفجير استهدف موكبه. قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي تستعيد معسكر طيب الاسم، والذي يعتبر أحد أهم وأكبر معسكراتها الاستراتيجية في محافظة الجوف. في ثالث محطات جولته الخارجية، حطت رحال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى على مدار أيام عدة بالرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. جلسة مباحثات الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب تطرقت إلى العديد من الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الوضع في اليمن وسوريا ومكافحة الإرهاب وتدخلات إيران في شؤون دول الجوار. في محطات جولته الخارجية، حطت رحال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى على مدار عدة أيام بالرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. جلسة مباحثات الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب تطرقت إلى العديد من الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الوضع في اليمن وسوريا ومكافحة الإرهاب وتدخلات إيران في شؤون دول الجوار، بالإضافة إلى برنامجها النووي، والذي قال الرئيس ترامب إنه سيحسم أمر الإبقاء عليه أو إلغائه قريبا. إيران لا تتعامل بطريقة جيدة مع دول المنطقة بل والعالم كله، وإيران تعاني من مشاكل خطيرة. سأنظر في الاتفاق النووي الإيراني بعد شهر وسأتخذ قرارا حياله. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى أيضا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وبحث معه العلاقات الثنائية، كما قام بزيارة لوزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون، وعقد جلسة مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي كان للوضع في اليمن نصيب كبير فيها، حيث أكد الوزير الأمريكي دعم بلاده للخطوات التي تقوم بها المملكة لإعادة الشرعية والسلم والأمن إلى هذا البلد. كما تعهد بأن تعمل واشنطن إلى جانب الرياض حتى يعود الاستقرار للشعب اليمني، وبما يضمن أمن وسلامة دول شبه الجزيرة العربية. ومنذ وصوله واشنطن، أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدة لقاءات مع كبار الأعضاء ورؤساء اللجان في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما استقبل رؤساء شركات بوينغ ولوكهيد مارتن وغيرها من الشركات العاملة في الصناعات العسكرية. كما سيقوم أيضا بعقد لقاءات مع المديرين التنفيذيين لشركات جوجل وأبل وأمازون وأوبر فيما بعد. الحفاوة التي استقبل بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في واشنطن تكشف حسب مراقبين مدى وعمق الشراكة التي تجمع بين البلدين، وهي الشراكة التي قال الرئيس ترامب إنه حريص عليها وعلى تطويرها بما يخدم مصالح البلدين. لبرنامج اليوم الثامن، ياسر نجم. في
في ملفنا الثاني، قتل شخصان وأصيب أربعة في انفجار استهدف موكب مدير أمن مدينة الإسكندرية المصرية الذي نجا من محاولة الاغتيال. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل سيارة متوقفة في الشارع الذي مر به موكب مدير الأمن. قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية هز انفجار شارع المعسكر الروماني شرق الإسكندرية، نجا منه مدير الأمن. الانفجار الذي كان يستهدف موكب مدير الأمن أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم عناصر من الشرطة. الداخلية المصرية أشارت في بيان لها إلى أنه تم استخدام عبوة ناسفة في التفجير وضعت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق الذي مر فيه الموكب. وفور وقوع الانفجار فرضت القوات الأمنية بمشاركة عناصر الجيش والشرطة طوقا حول الموقع، وشرعت جهات التحقيق في إجراءاتها للوقوف على ملابساته وتحديد المنفذين. وربط محللون بين التفجير ومساعي جماعة الإخوان لعرقلة العملية الانتخابية والتأثير على المواطنين لعدم نزولهم من اللجان والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي. وكانت السلطات المصرية قد رفعت من حالة التأهب ونشرت الآلاف من الجنود الجيش والشرطة في جميع محافظات لتأمين العملية الانتخابية، كما حظرت وزارة الداخلية من أي محاولات لعرقلة تصويت الناخبين في الاقتراع الذي يجري على مدار 3 أيام ويتنافس فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وللحديث طوال الحلقة ينضم إلينا من المنامة الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية الأستاذ إبراهيم النهام، ومن القاهرة لاحقا سيكون معنا الأستاذ محمد عباس ناجي. أبدأ أستاذ إبراهيم من هذا التفجير الذي استهدف طبعا موكب مدير أمن الإسكندرية، برأيك بداية قراءتك لربما الأسباب التي أدت إلى هذا الوقوع، وقوع الانفجار، وكذلك بما يتعلق بالتوقيت، هل هناك علاقة ما بينه ربما وما بين الانتخابات الرئاسية في مصر؟ أسعد الله مساءك كل خير أخي الفاضل، والتحية موصولة لك ولجميع متابعي قناة الإخبارية. أي دولة عربية أخي الفاضل اليوم تكون لديها الاستقلال السياسي ولديها يعني حرية السير في بناء دولة المؤسسات بشكل مستقل عن قوى الاستكبار أو القوى الإقليمية، لا يمكن أبدا أن يكون هناك رضا عليها أو رضا على النظام الحاكم السائد بها. وهذا ما نراه اليوم في جمهورية مصر العربية بعد أن وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر. مصر لم ينتشلها السيسي فقط من أتون الإرهاب والفوضى والمظاهرات والتخريب والسرقات وما إلى ذلك، وأنا يعني الظروف التي واكبت مصر في السنوات الأخيرة ما بعد الثورة، وإنما ساعد السيسي كذلك إلى أن يوجد لبلاده مكانة مرموقة، مكانة كانت مصر عليها في السابق كدولة كبرى في المنطقة لها قرارها السياسي، دولة تصنع يعني السلاح وتصنع الاقتصاد وتصنع السياحة وتصنع اقتصادها على سواعد أبنائها وليس على سواعد الآخرين. ولذلك يا أخي الفاضل، فمتى ما كانت جمهورية مصر العربية مستقلة بقرارها السياسي، متى ما كانت مصر تتجه إلى بناء دولة المؤسسات، تتجه إلى بناء مصر القوية، لا يمكن أبدا أن تسمح قوى الاستكبار العالمي أو حتى الجماعات الموالية لها فكريا كجماعة الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين أو غيرها، وعليه فمصر ستظل مستهدفة متى ما كانت الأمور تسير بالشكل الصحيح بمصر. أخي الفاضل، الدول العربية أو غير الدول العربية التي لا تمتلك القرار السياسي ترى من الطبيعي أن الأوضاع الأمنية بها أوضاع مستقرة، أوضاع متزنة، لأن متى ما كانت الأنظمة منبطحة للقوى الاستعمار والقوى الاستكبار والنظام الدولي متى ما كان هناك الرضا عليها، والعكس صحيح. ولكن عليه فإن هذا التفجير
يمثل نوع من الصفحة ونوع من الإنذار ونوع من التذكير بأننا نحن هنا، وأن مصر يعني بلد غير مستقرة، بلد غير آمنة، وأن مصر معرضة للإرهاب في أي وقت. طبعا هذه الرسائل تأتي مع تعافي الاقتصاد المصري، مع اكتشاف حقل النفط العالمي في البحر المتوسط، حقل زهر الذي يعني سيوفر المساحة الكافية من الغاز لمصر بشكل كبير مع نهاية العام الحالي، وبشكل يعني يعفي مصر لأول مرة عبر التاريخ بأن لا تستورد الغاز من الدول الخارجية. تعافي الاقتصاد المصري، استقلال القرار السياسي، تعافي الشارع، التمازج الكبير الذي نراه اليوم بين القاعدة الشعبية العريضة في مصر مع الحكومة ومع النظام السائد، وتقبل الشعب المصري لأوضاع بلاده وتفهمه للدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، 11 ألف مصنع ومؤسسة عملاقة حققها السيسي في فترة حكمه الماضية، رقم قياسي، رقم كبير. نحن نرى اليوم الزراعة في مصر تعود إلى سابق عهدها، السياحة، صناعة الأفلام، الاقتصاد، الانتشاعات الاقتصادي، زيادة نسبة الادخار العملة الأجنبية من الدولار في البنك المركزي بعد أن تآكلت لها 13 مليار دولار، اليوم تخطط 37 مليار دولار. كل المؤشرات الحالية تقول أن مصر تتجه إلى أن تكون دولة عظمى في المنطقة، دولة قوية في المنطقة، ولذلك فإن الحل الوحيد لتقويض كل ذلك من قبل قوى الاستعمار العالمي ومن قبل الجماعات الموالية لها داخل القطر المصري هي حرب العصابات. حرب العصابات يعني نفس القضية هذه اللي صارت، محاولة استهداف واقتيال مدير أمن الإسكندرية، القنابل العشوائية، التفجيرات هي الوسيلة الوحيدة، وهذه الوسيلة هدمت دول، وهي وسيلة للأسف ناجحة، وتتطلب من الدولة المصرية أن تقدم المزيد من اليقظة الأمنية والاستخباراتية لمتابعة ما يجري داخل القطر المصري الكبير. نعم، إذا أستاذ إبراهيم، طبعا وزارة الداخلية المصرية طبعا لم تعلن إلا فقط عن الحصيلة وعن كذلك عن العبوة الناسفة التي كانت مزروعة أيضا أسفل السيارة، كانت متوقفة على الطريق مكان مرور الموكب، ولكن من يقف خلف هذه الأعمال التخريبية أيا كان برأيك، ما هي الرسائل التي يريدون أن يوصلوها من خلال هذه الأعمال التخريبية، خاصة في مثل هذا الوقت الذي ذكرت لك منذ البداية، ربما ومصر تعلم أنها تشهد عمليات انتخابية حاليا؟ طبعا أخي الفاضل، مصر دولة كبيرة، يعني مساحتها الجغرافية عملاقة، شعبها الآن سيتخطى 100 مليون، يعني دولة ضخمة، ليست قارة تعتبر، وليست دولة صغيرة عادية. وحدوث مثل هذه الأعمار في مصر في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة من تمدد الفكر الإرهابي، ومن ضمن يعني دعم إيران للإرهاب في المنطقة، التدخلات الدولية في المنطقة، تعري كثير من الدول الكبرى بعد ما سمي بربيع العرب، وانفضاح أجنداتها في المنطقة العربية وما إلى ذلك. فهذه كل هذه الأمور تقودنا إلى أن الدول العربية مدعوة إلى أن تبني نفسها بالشكل الصحيح، أن يكون هناك يعني تعاون استخباراتي عربي، تعاون أمني، لحمة عربية. اليوم نحن قوتنا يا أخي الفاضل هي بوحدتنا وضعفنا في تفككنا، واستهداف مصر أو غير مصر بالتفجيرات يا أخي الفاضل لا يرتبط فقط بموسم الانتخابات، وإنما هو يعني أمر يضر الدولة المصرية، يضر اقتصادها، يضر السياحة، يضر سمعة الأجهزة الأمنية في أي وقت كان. ربما الآن يعني في تسليط للأضواء من قبل الإعلام العالمي ووسائل الإعلام الدولية والإقليمية لمصر بحكم اقتراب يعني موسم الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ربما يعني محاولة إثارة البلبلة هذه قد تلفت بعض الأنظار، كما حدث في البحرين قبل أيام، تم تفجير أو عفواً تم حرق سيارة شرطة في قرية الدراز مع اقتراب موسم الفورمولا 1. طبعا هذا أمر يعني معروف، ومحاولة لفت الأنظار أن الدولة غير مستقرة، أن الأمن غير ناجح، أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على أن تقدم الحماية لشعبها. استهداف مدير أمن الإسكندرية هو محاولة لتقويض هيبة الدولة المصرية، ومحاولة تقويض لهيبة وزارة الداخلية المصرية،
حين يتم استهداف مدير الأمن وقتله طبعا. والله عز وجل عطاه عمره، والحمد لله يعني أن الرجل نجا من الحادث. وطبعا لو كان النتيجة بعكس ذلك، لو تم اغتيال مدير الأمن، طبعا هذا ستمثل ضربة موجعة لوزارة الداخلية المصرية ولهيبة الدولة المصرية، كما حدث قبل عامين حينما تم اغتيال النائب العام المصري في القاهرة عبر طبعا قنبلة مزروعة، نفس الفكرة يعني. فهذه محاولات لإسقاط هيبة الدولة المصرية، لكنها محاولات لن تنجح، لأن الشعب المصري اليوم بعد الظروف العسيرة والمتعسرة والصعبة التي مر بها أصبحت الأمور واضحة لديه. كانت هناك محاولات تفجيرات كنائس، تفجيرات المساجد، محاولة إحداث الإثارة المذهبية والتشطير المذهبي وإثارة النعرات المذهبية، لكن الأمر ذلك لم ينجح، لأن المصريون يا أخي الفاضل شعب عظيم، ومصر ذكرت بالقرآن 5 مرات، وهذه بلد الله عز وجل ذكرها في القرآن. ويعني نحن نعي جيدا أن مصر قادرة بشعبها وبقيادتها على أن تحمي نفسها، وقادرة على أن تواجه الإرهاب وأن تدحر الإرهاب وتدحر من يقف خلفه. لذلك هذه العمليات تساعد الدولة المصرية على أن تكون دولة أقوى، وتساعد الشعب المصري كذلك على أن يلتف حول حكومته ويلتف حول قيادته. هذه العمليات تذكر المصريين دائما بأن بلدكم بلد مستهدفة، بلدكم اليوم قاعد تتجه بالطريق الصحيح. التفجيرات تؤكد أن مصر تتجه بالطريق الصحيح. لو كانت مصر تتجه بعكس ذلك لكنا رأينا الأوضاع مستقرة الأمنية لأبعد مستوى. نعم. الأستاذ محمد عباس ناجي المحلل السياسي والعسكري ضيفنا من القاهرة طبعا، والحديث طبعا عن هذا التفجير الذي استهدف موكب مدير أمن مديرية الإسكندرية المصرية، والذي نجا من محاولة اغتيال كانت تستهدف موكبه. أستاذ محمد، من خلال اطلاعك على التطورات المتسارعة لهذه العملية، هل هناك ربما بوادر أخبار تشير إلى من وقف خلف هذا التفجير والمدبر لهذه العمليات التخريبية؟ أهلا وسهلا بك. إلى الآن لم يتم تحديد من هو المسؤول عن تفجير أو هذه العملية تحديدا، لكن في كل الأحوال المؤشرات تشير لأن الأطراف المسؤولة عنها هي الأطراف التي تحاول عرقلة تغيير المزاج العام في مصر قبل إجراء الانتخابات داخل مصر في الأيام القادمة. ربما هي تشير إلى حالة من اليأس تنتاب والتشرذم تنتاب القوى والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تأثير على حالة الأمن والاستقرار داخل مصر في المرحلة القادمة، وربما توجيه رسائل بأنها ما زالت باقية وأنها قادرة على تنفيذ عمليات إرهابية. طبعا لو لاحظنا سنجد أن ذلك يتوازى مع استمرار عملية سيناء 2018 لتطهير شبه جزيرة سيناء من التنظيمات الإرهابية، وأعتقد أنها حققت أهدافا كبيرة ونتائج كبيرة في المرحلة الماضية، وستتواصل إلى أن يتم تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية. ربما لو لاحظنا سنجد أنهم بيانات التنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة وخصوصا تنظيم داعش، كانت هناك نوع من محاولة تحفيز من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر بالتوازي طبعا مع نجاح العملية الانتخابية خارج مصر في الأيام الماضية. لذلك وجه رسالة بأن جهود التنظيمات أو الحركات التي تسعى إلى التأثير على أو التشكيك في العملية الانتخابية والتأثير عليها لم تحقق أهدافها، وبالتالي سعت إلى الاستخدام الآلية الأساسية لديها وهي آلية العنف من أجل التأثير على العملية الانتخابية في مصر، وهذا لم يتحقق في النهاية. ما حدث في الإسكندرية اليوم يؤشر إلى حالة الضعف والتشرذم التي تنتاب هذه التنظيمات، بدليل أنها لم تستطع تنفيذ عمليات نوعية، وأن حتى العملية النهاردة لم تحقق أهدافها في كل الأحوال. نعم. هل تتوقع بأن يؤدي ذلك إلى تعكير صفو ربما العمليات الانتخابية؟
لا أعتقد ذلك، بالعكس ربما ينتج مفاعيل عكسية. وكما قلت في البداية، هو أن نجاح تنظيم العملية الانتخابية خارج مصر في الأيام الماضية ربما هو الذي دفع أو هو الذي صدم، وجه رسالة صادمة للتنظيمات التي كانت تعول على عدم وجود مشاركة شعبية من جانب المصريين في هذه الانتخابات، وهذا ما دفعها ربما إلى التحرك سريعا من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، وأعتقد أنها فشلت في تحقيق ذلك. ربما ما حدث اليوم سيحفز المصريين على المشاركة أو نزول إلى الشارع للمشاركة أو الإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخابية خلال الأيام القادمة، كنوع من الرد على هذه التنظيمات بأن عملياتها لن تعكر صف العمليات الانتخابات، وأنها لن يعني تخصم من زخم وأهمية الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتكريس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر الآن. العملية السياسية تتوازى كما قلت مع العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في سيناء، وأيضا مع الجهود التي تبذلها الشرطة المصرية لتأمين مقر الانتخابات والحرص على سير العملية الانتخابية بكل أمان واستقرار في الفترة القادمة. لذا في اعتقادي ستكون هناك نسبة مشاركة أعلى، ربما بعض المترددين سينزلون إلى صناديق الانتخابات للرد على هذه العمليات من أجل تأكيد أن هناك حالة من الاستقرار على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي والاقتصادي أيضا تنعم مع مصر في هذه المرحلة. نعم أستاذ إبراهيم، ضيفنا من المنامة ذكر الأستاذ محمد، طبعا ربما من يقف خلف هذه العمليات وهذا التفجير بالذات هذا اليوم، ربما هم دخلوا إلى مرحلة اليأس، وربما لم تعد لديهم أوراق يستخدمونها إلا ورقة التفجيرات التي تستهدف الشخصيات المهمة في مصر. برأيك ماذا يعني ذلك عندما يتضح للعالم بأن ربما كل الأوراق لديهم كشفت، و طبعا الأمن المصري مثل ما ذكر الأستاذ محمد أيضا هو في عمليات مستمرة لتطهير سيناء وغيرها من هذه الجماعات؟ طبعا أخي الفاضل، عمليات الإرهابية لا يمكن أن نستهين بها مهما كانت صغيرة ومهما كانت محدودة. عمليات الإرهابية توجع الدولة، والعمليات الإرهابية تنفر السواح وتؤثر على وضع العملة، تؤثر على الوضع الاقتصادي، تؤثر على الاستقرار النفسي حتى للمواطنين. ومصر دولة كبيرة، مصر دولة ليست بصغيرة، مصر لديها حدود بحرية ضخمة، لديها حدود برية ضخمة مع السودان، مع ليبيا، مع دول أخرى كثيرة. فالرقعة الجغرافية الكبيرة لمصر تصعب الأمور على الأجهزة الأمنية في عملية السيطرة على الحدود، في عملية السيطرة على دخول عمليات التهريب وما إلى ذلك. فالأمر أمر مرهق ومكلف ومجهد، وليس بالأمر السهل أبدا. هذا من جانب. من جانب آخر، العمليات الإرهابية هي تمثل يعني سلاح ناجح ومؤثر للدول التي تحاول أن تؤثر على دول أخرى، تؤثر على الاستقرار السياسي بها، تؤثر على الاستقرار الاقتصادي بها، تؤثر على الاستقرار السياحي بها. والسلاح الأنجع في مواجهة هذا هو التخابر الاستخباراتي مع دول الجوار، مع الدول الأخرى. التعاون الاستخباراتي والأمني والمعلوماتي يا أخي الفاضل هو السلاح الأقوى والأنجح اليوم في دحر الكثير من العمليات الإرهابية، في كشف الخلايا الإرهابية، في كشف الخلايا النائمة، وفي القيام بالعمليات الأمنية الاستباقية. والبحرين اليوم تعتبر نموذج في ذلك. اليوم احنا في البحرين منذ اكثر من سنتين تقريبا، الكثير من العمليات التي كانت يخطط للقيام بها في الاراضي البحرينيه تم اسقاطها من خلال العمليات الامنيه الاستباقيه التي ترتكز على المعلومات الاستخباراتيه، سواء من قبل الاجهزه البحرينيه الامنيه البحرينيه او من قبل تعاون الاجهزه الامنيه البحرينيه مع الاجهزه الاخرى الامنيه المحيطه في المملكه وفي مملكه البحرين وبالذات المملكه العربيه السعوديه. وعليه فمصر اليوم مدعوة إلى أن تولي الأجهزة الأمنية الاستخباراتية أهمية أكبر. اليوم أخي فاضل، مواجهة الإرهاب ليس مجرد بالدبابات وبالمدرعات وبالصواريخ وبالجيوش. اليوم الحرب هي حرب استخبارات بالدرجة الأولى. كيف تستطيع أنت أن تخترق التنظيمات الإرهابية؟ كيف أنت تستطيع أن
تضع الجواسيس النائمين داخلهم، كيف تستطيع أن يعني تعري المخططات وأن تسهم في إسقاطها قبل أن تكون واقعا موجعا على الأرض. الدولة المصرية هي كالسعودية كالإمارات كالدول العربية الإسلامية الكبرى في المنطقة، دول مستهدفة، دول يعني استقرارها السياسي واستقرارها الاقتصادي أمر غير مقبول، أمر مرفوض، خصوصا حين يكون لديها القرار السياسي المستقل. نعم. أستاذ محمد، طبعا بالحديث عن الانتصارات المتتالية للأمن المصري في القضاء على جماعات التطرف وكذلك من يقف خلف كل العمليات التي تستهدف أمن وشعب مصر، وأنت أقرب منا إلى الواقع، تأثير هذه الانتصارات ربما على الحراك اليومي. أعتقد لها تأثير إيجابي كبير، ربما يعني أنا أتفق مع رأي ضيفك من المنامة بأن التحديات كبيرة أمام الدولة المصرية، محاطة بكثير من المخاطر، حدودها طويلة مع ليبيا مع السودان مع قطاع غزة مع غيرها، لكن أنا أعتقد أن هناك جهود جبارة تبذلها السلطات المصرية من أجل تأمين الوضع الأمني والسياسي في مصر في المرحلة الماضية وأيضا في المرحلة القادمة، كل ذلك انعكس بشكل إيجابي على الحركة. يعني لو لاحظنا قبل أيام قليلة كانت هناك تقديرات أو بيانات تخرج من وزارة السياحة المصرية تقول أن نسبة معدل إشغال السياحة ربما زادت بنسبة 37% عن مثيلتها في الفترة نفسها من العام الماضي، كل ذلك طبعا يؤشر إلى أن الإجراءات الأمنية التي تتخذها مصر ربما أنتجت ثمارا إيجابية في المرحلة الماضية. هناك طبعا كلنا نشهد حركة الحركات الرحلات الجوية من ضمن دول كثيرة، روسيا ستكون هناك رحلات جوية منذ أو بداية من أبريل القادم، رحلات جوية من بريطانيا ومن دول أخرى التي كانت أوقفتها بسبب ما حدث في السنوات الأخيرة من عمليات إرهابية من جانب التنظيمات الإرهابية وغيرها. الآن هناك عودة إلى السياحة في مصر، هناك مؤشرات مبشرة بالنمو الاقتصادي في مصر، طبعا الطموحات واعدة فيما يتعلق بمجال الموارد الطاقة تحديدا خصوصا الغاز في مشروع زهر، كل ذلك يؤشر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية أثمرت وحققت نتائج إيجابية. أعتقد ذلك سينعكس حتى في الانتخابات، لا أعتقد أن هناك شعورا كبيرا بأن هناك تهديد ربما يمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات القادمة. هناك أحاديث عن استعدادات مكثفة من جانب قوات الشرطة وقوات الجيش لتأمين المقار الانتخابية وتوجيه ضربات، قبل أيام قليلة كانت هناك عملية ناجحة من جانب قوات الأمن لتفكيك خلايا إرهابية كانت تسعى إلى استهداف الكنائس المصرية، بعض الكنائس في الأسكندرية وفي بعض المدن المصرية، وهناك عمليات باستمرار لإجهاض أي ضربات من جانب التنظيمات الإرهابية كانت تعكر صفو العملية الانتخابية. لابد أن نؤكد على نقطة مهمة، هي المسألة ليست مرتبطة فقط بالعملية الانتخابية، هي المسألة مرتبطة بتكريس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر الآن، وتوجيه ضربات قوية للتنظيمات الإرهابية، خصوصا بعد أن كانت هناك تقارير دولية تشير أو تحذر من أن تنظيمات مثل داعش من الممكن أن ينتقل إلى مناطق أخرى مثل سيناء بعد ضربات أو هزائمه في سوريا والعراق في الفترة الماضية. أعتقد السلطات المصرية متنبهة إلى هذا الوضع جيدا وتنجح في أو ستنجح في الفترة القادمة في توجيه ضربات قاتلة لهذه التنظيمات. نعم أستاذ إبراهيم، لنختم هذا الملف بتساؤل عن ربما دور المجتمع الدولي كذلك بالإضافة إلى هذه الجهود التي تقوم بها الدول العربية في القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية. الدول العربية أخي الفاضل مدعوة أن تعتمد على نفسها وأن لا تعتمد لا على المجتمع الدولي ولا على غير المجتمع الدولي. النظام الدولي يتعامل بشكل منافق مع الإرهاب في المنطقة العربية، نحن نرى الإرهاب الإيراني، نرى الإرهاب
الذي تتبعه الخلايا التابعة لإيران في المنطقة العربية، في حزب الله وفي البحرين وفي السعودية، ونرى تخاذل المجتمع الدولي والنظام الدولي الجديد قبالة ما يجري. النظام الدولي يواجه الإرهاب في المنطقة العربية بناء على مصالحه، بناء على طبيعة الأنظمة السياسية القائمة، بناء على المتغيرات في العلاقات الدولية التي تربطه مع سادة الحكم في المنطقة العربية. علينا نحن اليوم يا أخي الفاضل فيما يخص في الحفاظ على أمننا، وفيما يخص في الدفاع عن سيارات أراضينا وعلى الدفاع عن حدودنا والدفاع عن أمن مواطنينا. الدول العربية مدعوة لأن تعتمد على نفسها، وأن يكون هناك تكامل عربي إسلامي على صعيد تبادل الخبرات العسكرية، على صعيد التعاون الاستخباراتي والأمني وتبادل المعلومات. نعم، إذن ضيفنا من المنام الأستاذ إبراهيم النهام، وكذلك ضيفنا من القاهرة الأستاذ محمد عباس ناجي، آمل أن تبقى معنا للحديث ومناقشة الملف التالي في حلقة هذا اليوم من اليوم الثامن. استعادت قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي معسكر طيبة الاسم، والذي يعتبر أحد أهم وأكبر معسكراتها الاستراتيجية في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، بعد معارك عنيفة وأربعة أيام من الحصار على المعسكر. كما استعاد الجيش الوطني مناطق مجاورة في سلسلة جبال الهشمة والسنترال الاستراتيجي في حدود محافظتي تعز ولحج، ويأتي ذلك في إطار العمليات العسكرية لاستكمال تطهير من منطقة كرش من الميليشيات والتقدم نحو محافظة تعز. انتصارات جديدة لقوات الشرعية في جبهة الراهدة التي تبعد 50 كيلومترا جنوب شرق مدينة تعز. مواقع عسكرية وجبال حررتها قوات الشرعية في منطقة الجربوب بمساندة طيران التحالف العربي. كما استعاد الجيش الوطني مناطق مجاورة في سلسلة جبال الهشمة والسنترال الاستراتيجي في حدود محافظتي تعز ولحج، ويأتي ذلك في إطار العمليات العسكرية لاستكمال تطهير منطقة كرش من الميليشيات والتقدم نحو محافظة تعز. نقيل الصلو هذا منطقة استراتيجية، هيئة حاكمة مرتفعة تشرف على خط الدمنة الراهدة، وتشرف أيضا على خط الإمداد الرئيس للميليشيات إلى منطقة حيفان والقبيطة ومنطقة كرش. وبسيطرة القوات عليه تكون قد سيطرت ناريا على هذا الخط، تحاول الميليشيات تأمينه واستعادته لكنها تبوء بالفشل وتتصدى لها قوات الجيش، محدثة فيها خسائر في الأرواح والعتاد. هناك أيضا مواجهات في الكريفات وتبت لوزم وأبعر والصرمين. وعلى الرغم من فتح الميليشيات الإنقلابية أكثر من 13 جبهة متفرقة في محافظة تعز، إلا أن الجيش الوطني يصد هجمات يومية بل ويحقق انتصارات متتالية في عدة مناطق. وبدعم التحالف العربي وبالدعم المعنوي الشعبي للجيش الوطني ورفض أبناء تعز لنهج ميليشيا الحوثي، تمكنت قوات الشرعية خلال 3 سنوات من تحرير 11 مديرية، فيما تدور معارك في 6 مديريات أخرى، ولم يبقى بقبضة الميليشيا سوى 5 مديريات. قضية الصمود وهو الحاضنة الاجتماعية المساندة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني، وتمثل ذلك بالعديد من التشكيلات، منها مبادرات شبابية ومكونات قاوم وساند وشارك. كل هذه شكلت الإطار الناظم للجهود في سبيل حماية الجبهات ورفدها، بالإضافة إلى رفدها معنويا بالمعلومة ورفدها ماديا بالإمداد والغذاء. على الجانب الغربي تدور اشتباكات عنيفة في جبهة مقبنة، حيث لقيت قيادات في الميليشيا مصرعهم، وفشلت الميليشيا من التسلل والهجوم على مواقع في جبل حبشي والأشروح والقوز، وكذلك في تلة لوزم شرق المدينة. نرحب مجددا بضيفينا من المنام، الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية الأستاذ إبراهيم النهام، ومن القاهرة المحلل السياسي والعسكري محمد عباس ناجي، ومن تعز ينضم إلينا المحلل السياسي والعسكري الأستاذ عبد الباسط بحر. أستاذ عبد الباسط، أبدأ الحديث معك حول سقوط لأهم المعسكرات الحوثية، معسكر طيبة الاسم في محافظة الجوف، ربما وبعد ذلك لم يتبقى لديهم إلا قرابة 5 مديريات. برأيك
هذا المعسكر وما يمثله من أهمية، كيف من الممكن أن يؤثر على التحركات المستقبلية لهذه الجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نستطيع القول أن معركة صعدة اكتملت محاورها بشكل عام. هذا محور جديد يفتح باتجاه معقل الحوثيين الرئيس وهو صعدة، لأن مديرية برط العنان التي يقع فيها معسكر طيب الاسم محادده تماما لصعده. هذا المعسكر ايضا استراتيجي كونه كان مكان تدريبي، معسكر تدريبي وحشد عناصر الميليشيات اليه، وايضا يتم تمويه واخفاء الصواريخ التي يتم اطلاقها على المناطق الحدوديه من هذا المعسكر، كما ان هذا المعسكر يقع على الطريق الدولي الرابط مع السعوديه، مع الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه، لانه يصل اليتمى الى البقع. وبالتالي سيطرة القوات على هذا المعسكر هو قطع إمداد لميليشيا الحوثي في صعدة ومن ناحية الجوف، وأيضا قطع التعزيزات التي كانت تصل سواء إلى بقية جيوب الميليشيات في بعض مديرية الجوف أو إلى محافظة صعدة، والتقرب أكثر وفتح جبهة جديدة أخرى باتجاه محافظة صعدة من الاتجاه الشمالي الغربي. نعم، ولكن ماذا يعني ذلك عندما نتحدث عن هذا الانتصار المستمر للجيش اليمني وكذلك لقوات التحالف العربي؟ نعم، الانتصارات أخي الكريم، المرحلة الماضية لم يعد تحقق الميليشيات أي تقدم يذكر. هناك تقهقر كبير في صفوف الميليشيات، هناك انهيارات متسارعة في أكثر من جبهة. تحدث تقريركم عن جبهة شمال لاحق وجنوب تعز في منطقة كريش، هذه المناطق وسلاسل الجبلية وأيضا شبكة الطرقات الرئيسية التي تصل المحافظات الشمالية سابقا بالمحافظات الجنوبية والشرقية، كانت الميليشيات تنهار تماما من المواقع وتفر أمام ضربات الجيش الوطني، ويتم التقدم إلى مسافات كبيرة وشاسعة وإلى هيئات وتلال حاكمة بخطوات متسارعة. وهناك تحرك كبير الآن القوات على مشارف منطقة الراهدة وحررت مناطق من الشريقة وكرش والقبيطة، وبالتالي الانهيارات في صفوف الميليشيات وتقدم القوات في أكثر من محور وأكثر من جبهة، وخصوصا الجبهات الحيوية أو المركزية وهي جبهة العاصمة صنعاء. تتقدم القوات من اتجاه أرحب وتبعد الآن عن مطار صنعاء الدولي بحوالي 20 كيلو من شمال أرحب، وأيضا في جبهة نهم، وتحرر القوات مواقع جديدة هناك، وأيضا من جبهة البيضاء حيث جنوب العاصمة، حيث تبعد عن العاصمة بحوالي 150 كيلو متر من الجنوب، وقد تم تحرير مديريات كبيرة في البيضاء، ناطع والنعمان والملاجم، وتتحرك القوات هناك تحرك كبير. أيضا المحور الثالث والأهم وهو ميناء الحديدة، هذا الميناء يتم تقرب القوات الشرعية والتحالف العربي أكثر من السيطرة عليه. القوات اليوم تقف في منطقة الجراحي الذي يبعد عن قلب ميناء الحديدة بحوالي 80 كيلو، وهي أرض مفتوحة سهلة لحركة العربات والمدرعات. اليوم نكاد نكون على مشارف النصر، تكاد العمليات العسكرية أن تطبق الخناق على ميليشيا الحوثي وأن تحشرها في زوايا ضيقة وأن تصل إلى الأماكن الحيوية في صنعاء وصعدة والميناء التي تعتبر الشريان الرئيس للميليشيات. نحتفل الآن بذكرى عاصفة الحزم
الذكرى الثالثة لبدء هذه العاصفة المباركة التي قبلها كان اليمنيون قد وصلوا إلى مرحلة من الإحباط ومن اليأس ومن القنوط ويعني لكن جاء عاصفة الحزم وجاءت عاصفة الأمل لتحيي الأمل في استعادة الدولة واستعادة الشرعية واستعادة المؤسسات التي نهبتها هذه الميليشيات. نعم أستاذ محمد ناجي ضيفنا من القاهرة، أيضا انتصار للجيش اليمني والتحالف العربي مقابل مسلسل مستمر من الخنق والفشل والخسائر التي هذه الميليشيات عاشت فيها، وكذلك من يقف خلفها بالدعم بالمال والسلاح. برأيك تداعيات هذه التطورات على هذه الجماعات الإرهابية وكذلك على الداعم لهم؟ طبعا في اعتقادي أنا أتفق مع ضيفك من اليمن بأن الخناق يضيق على المتمردين الحوثيين بسبب الهزائم العسكرية المتتالية التي نتيجة العمليات العسكرية التي يقودها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. واضح جدا أن المعركة الرئيسية ستقترب وأنه سيتم أو إنهاء انتهاك أو انتزاع الشرعية الدستورية من جانب الحوثيين أو التمرد على الشرعية الدستورية من جانب الحوثيين سيقترب في المرحلة القادمة. هذا يؤشر لأن مزيد من الضربات ستوجه إلى الطرف الداعم إلى المتمردين الحوثيين في داخل اليمني خصوصا من جانب إيران. لو لاحظنا سنجد في الفترة الحالية إيران تتعرض لضغوط قوية جدا على كل الأصعدة على الساحة الإقليمية. خسائر إيران تتوالى خصوصا في اليمن نتيجة العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي والتي تحقق نتائج إيجابية على الأرض بالتوازي مع حلول الذكرى الثالثة لعمليات عاصفة الحزم. على المستوى الدولي هناك اهتمام مزيد من الاهتمام الدولي بدور إيران التخريبي في المنطقة خصوصا في اليمن. هناك كان هناك حديث أو هناك مشروع قرار من مجلس الأمن في الفترة الماضية بضرورة إدانة إيران نتيجة تقاعسها عن تهريب الأسلحة والصواريخ إلى الحوثيين. ربما روسيا استخدمت الفيتو لإجهاض هذا المشروع، لكن في النهاية هناك مزيد من الاهتمام الدولي بما يحدث في اليمن وبدور إيران التخريبي الذي فاقم من الأزمة في سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق. الدور الإيراني التخريبي في المنطقة كان محور من المباحثات التي يجريها سمو الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية مع مختلف المسؤولين الأمريكيين. هناك مزيد من الاهتمام من جانب حتى الدول الأوروبية التي كانت تعول على الاتفاق النووي لتعديل دور إيران في المنطقة. هذا فشل وكان رهان خاسر من البداية. الآن اتضح للجميع أن هذا الاتفاق لم يمنع إيران من الإمعان في التدخل في الشؤون الداخلية، الإمعان في دعم الإرهاب، الإمعان في تهديد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. ما حدث في كشف السلطات البحرينية عن الخلية الإرهابية الأخيرة التي يقوم بدعمها الحرس الثوري، كل ذلك يؤكد أن مزيد من الضغوط على إيران. أعتقد هناك ستكون هناك مشكلة كبيرة لإيران في الفترة الماضية خصوصا مع حلول 12 مايو القادم، الموعد الذي ستحدد فيه الولايات المتحدة ما إذا كانت ستستمر في تعليق العقوبات الأمريكية على إيران أم سيتم تفعيلها مرة أخرى، وبالتالي ستكون هناك مشكلة كبيرة أمام استمرار العمل بالاتفاق النووي أمام إيران. وأعتقد ستكون هناك أيضا مشكلة كبيرة أمام إيران في ظل تدخلاتها في الشؤون الداخلية. هناك مواجهة، هناك دول عربية الآن داعمة الاستقرار وداعمة لمكافحة الإرهاب. أعتقد ستقود المواجهة من أجل تقويض نفوذ إيران وتدخلاتها وأنشطتها أنشطتها التخريبية داخل دول المنطقة في المرحلة القادمة. أستاذ إبراهيم النهام ضيفنا من المنامة، بالإضافة إلى كل ما ذكره الأستاذ عبد الباسط وكذلك الأستاذ محمد ناجي حول هذه الانتصارات وكذلك حول مسلسلات الفشل لهذه الجماعات والميليشيات، الخناق يضيق ربما مثل ما تحدث الضيوف كذلك عن الدعم الأكبر والذي يقف خلف كل هذه العمليات التخريبية والإجرامية في اليمن ألا وهي إيران. برأيك مستقبل ربما هذا الملف، تدخل إيران في دول الجوار وكذلك إرسالها للدعم المادي والسلاح لإحداث
ربما التخريب والاستمرار في هذا المسلسل؟ طبعا ما تقوم به المملكة العربية السعودية اليوم تجاه قطع دابر تدخلات العدو الإيراني في اليمن وفضح هذه الممارسات عبر التصريحات السياسة الخارجية السعودية ووسائل الإعلام السعودية والعربية والخليجية تحديدا، يعني اليوم ناس دول الخليج ومقدمتهم السعودية، دول التحالف إن صح التعبير مقدمتهم السعودية، لا يعني تفشل المشروع الإيراني في اليمن فقط، وإنما تفضح هذا المشروع للعالم بأسره، تؤكد من خلال الأدلة ومن خلال الأسلحة المستمرة التي يتم الاستحواذ عليها ليس فقط من قبل قوات التحالف، حتى يعني قبل فترة تم استحواذ على مجموعة كبيرة من الأسلحة عن طريق سفينة حربية أسترالية، يعني حتى الدول الحليفة للدول الخليج في المنطقة أستراليا وغيرها لديها كذلك دور يعني خارجي ودور مشكور تجاه فضح الممارسات الإيرانية في اليمن وفضح الأجندات الإيرانية في المنطقة العربية ومحاولة تصديرها لثورتها عبر الحدود والسواحل الإيرانية إلى الدول الخليجية والدول العربية بشكل عام. طبعا التطورات على الساحة الحرب اليمن تطورات إيجابية، لكننا نحن نتأمل كذلك أن يكون هناك المزيد من الدور للجيش اليمني وللشعب اليمني قبالة هذه الشراذم الحوثية الغليلة، يعني الحوثيين ليسوا ناس كثيرين يعني، ولكن ما نفعهم هو تعاون الرئيس الراحل علي عبد الله صالح معهم في بادئ الأمر وتسليمهم مفاتيح صنعاء وتسليمهم مفاتيح مستودعات الجيش اليمني. الجيش اليمني مدعو إلى أن يمارس دورا أكبر، وكذلك الشعب اليمني، يعني دول الخليج والتحالف السعودية تبذل جهود جبارة لمحاولة إعادة الشرعية لهذا البلد ومحاولة بث الأمن والاستقرار في اليمن وقطع تابر التدخلات الإيرانية في اليمن وما إلى ذلك، ولكن اليمنيون كذلك مدعوون إلى أن يمارسوا دورا أكبر قبالة المد الإيراني المتغلغل في بلادهم والمتجذر في بلادهم تحت أقنعة الجماعات الحوثية المجرمة. نعم أستاذ عبد الباسط، ضيفنا من تعز، ماذا عن حراك الشارع اليمني اليوم خاصة بعد هذه الانتصارات وكذلك مسلسل الإخفاقات للميليشيا وأيضا المناطق الاستراتيجية التي الآن باتت تحت سيطرة الجيش اليمني؟ الشارع اليمني ويعني معظم مكونات الشعب اليمني ترفض هذه الميليشيات، هذه الميليشيات لا تشكل نسبة تذكر في اليمن لولا ما تتلقاه من دعم قوي، يعني تخيل وصل في بداية الأيام الانقلابية إلى أكثر من 14 رحلة قوية أسبوعية تزود إيران الميليشيات بمختلف الخبرات، حتى الخبرات السياسية، حتى في خبرات التفاوض، حتى في الخبرات العسكرية، في تقنية الاتصالات، في حرب العصابات، في كثير من تجارب الحرس الثوري الإيراني وتجارب حزب الله تستنسخها هذه العصابات عن طريق الخبراء الإيرانيين. لا ننسى أخي الكريم أن هذه الميليشيات هي أداة إيرانية، هي أداة للمشروع الإيراني في خاصرة الأمة وفي ظهر الأشقاء أيضا في الجزيرة والخليج. هذه الميليشيات بدأت مسيرتها بالمناورات العسكرية على حدود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في رسالة تهديد واضحة لأمن الأشقاء. هذه الميليشيات تطلق الصواريخ التي غنمتها من الرئيس السابق، وقام الخبراء الإيرانيين بتطويرها وتطوير مداها، واستهدفت المدن الآمنة في السعودية واستهدفت حتى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة لولا يقظة ولولا منظومة الباتريوت واعتماد
اعتراض هذه الصواريخ على مسافات بعيدة، لكن النية مبيتة على استهداف الأماكن المقدسة، وهذه يعني ضمن المشروع التخريبي الإيراني الذي يعني يستهدف العرب ويستهدف المسلمين ويستهدف الأمة جمعاء. وبالتالي ما يقوم به الجيش اليمني في أكثر من محور وعلى أكثر من صعيد وفي أكثر من جبهة يحقق انتصارات ويقدم يعني تضحيات بالتعاون والإسناد والدعم من الأشقاء في التحالف العربي الذي لا يبخل بشيء، يقدم الإسناد الجوي والدعم اللوجستي ويقدم الدعم العسكري والعتاد، ويقوم حتى بالإغاثة الإنسانية وبدعم الخدمات الأساسية وغيرها من الأمور التي يقدمها التحالف العربي مشكورا لأشقائه في اليمن. الجيش أخي الكريم، الجيش في اليمن يعني بدأ يتكون من الصفر، لأنه معظم مؤسسة الجيش تم تسليمها، المنظومة السابقة تم تسليمها للميليشيات بالكامل، معظم مخازن السلاح وبما فيها الصواريخ البالستية وغيرها تم تسليمها للميليشيات بتواطؤ واضح من النظام السابق وبعض القيادات السابقة، وسيطرت عليها الميليشيات وبدأت يعني تهاجم اليمنيين وتهاجم المدن وأيضا تتعدى إلى الحدود وغيرها بهذه الأسلحة وب الإضافات والتطوير الذي يحدثه الخبراء الإيرانيين لها. نعم، إذن شكرا لضيفنا من تعز المحلل السياسي والعسكري الأستاذ عبد الباسط بحر، شكرا لك. أيضا الشكر موصول لضيفنا من القاهرة الأستاذ محمد عباس ناجي المحلل السياسي والعسكري، والشكر موصول لضيفنا من المنامة الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية الأستاذ إبراهيم النهام. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي في حلقة قادمة من اليوم الثامن. تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.